أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي فكرنا بالحكاية دي مشهد الكورال والعزف المنفرد للهجوم على شخصية نجيب اتكرر امبارح بشكل غريب جدا على الفنان ده مش فنان ولا ده فنان ولا ده لا ده أصلا الفنان محمد صبحي. الحكاية باختصار إن محمد صبحي عمل مسرحية اسمها عيلة عملها بلوك، كانت جريئة حبتين. اتكلم في المسرحية عن الغلاء واختفاء الأسعار. خليني أعرض لك جزء كده. أي لولا الحاجة جهد أنا كنت وفرت لك ياما. ماشي. طلبت لي اللحمة بثمن قروش. ماشي. اللحمة بثمن قروش. ما تبطليش عنها، محدش عارف السنين الجاية اللحمة هتبقى بكام. لا مش بعيد يبقى 1 سم. طب والرز؟ بس اللي عيد. خاصينك النبي نجيني سيرك إزازة زيت. الله يكرمك. تكير الحكومة ملهاش أي علاقة بارتفاع الأسعار. من 10 سنين قالوا لنا خلاص انتوا خرجتوا من عنق الزجاجة، بس ساعتها مش فاكر احنا مشينا كان لبره ولا لجوه. المسرحية اتكلمت عن الجنيه وتدهوره قدام الدولار زي ما انت شفت اللقطة دي، بس ممكن اعيد لك لقطة تانية فيها كده. بقول لك ايه يا سيارة؟ نعم. شوف البتاع ده هيجيب كام؟ ده دولار يا عم عبدو، يعني يساوي 20 قرش. اتكلمت المسرحية كمان عن صناديق السيسي اللي دخلت في كل حاجة حتى الجواز. نشوف كده اللقطة دي. طب يا طلاق هتتجوزي؟ اه ممكن. لا بلاش. ليه يا بابا ممكن؟ بلاش جواز. ليه يا بابا بلاش جواز؟ ده حق وحق البلد. ويا بلد مالك؟ حق البلد. حق البلد. البلد مالك؟ سمعت ان السنين الجاية هيبقى في صندوق. زي صندوق النذور كده. اسمه صندوق الجواز. تتجوزي يعني معاك حطي في صندوق، تطلعي يعني مستنيه حطي في صندوق، تموتي يعني فارقه حطي في صندوق، هنتصدق كلنا. لكن اخطر مقاطع المسرحيه لما اتكلمت عن الحمار وتخفيف الاحمال. 2 عساكر انجليزي اتلموا عليا كتفوني وقعوني على الارض وساقوا مني المحفظه. مصر بحالها مش هسوي انا وانا كنت اقدر افتح بقي ولا اتكلم يعني سكتين سكت. طب ما على راي المثل طول ما الحمير ساكته العربات هيوصل لدعمه بالحمار. ايه التلميحات السياسيه دي يا عزيز؟ تقصدي مين بالحمير ومين بالعربات؟ مع ان هو ما بيزودش حموله وبيخفف احمال. المقاطع دي ما اتعرضتش لما اتعرضت المسرحيه في التلفزيون على CBC في وقت، لكن المقاطع دي اتسربت بشكل خاص كده إلى السوشيال ميديا. ووقت عرض الشركة المتحدة لما عرضت المسرحية دي حذفت المشاهد الجريئة، وده اللي قاله الفنان محمد صبحي على صفحته لما كتب وقال: تم اغتيال مسرحية عيلة عمل لها بلوك وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية. اعتذر للجمهور الحبيب، تم اغتيال مسرحية عمل لها بلوك وتم ضرب بنود العقد، وأهمها عدم قطع المصنف الفني بإعلانات سوى بين الفصلين، وعدم حذف أي كدر ولا لقطة ولا جملة ولا إغلاق الصوت إلا بموافقة كتابية من الفنان محمد صبحي. لقد تجاوزت الشركة كل الحدود والحقوق واغتالت المسرحية بعدم احترام الجمهور وإعلانه عن موعد البث قبلها بأسبوع، ولكن قناة CBC أذاعت المسرحية في أسوأ موعد حتى 4 صباحا 23 يوليو. الشركة المتحدة ماسكتتش، وزي ما قلت لك امبارح وعرضت لك امبارح ردت ببيان طويل على لسان الأستاذ أحمد الطهري، هو ده اللي هو جابه السيسي عشان إيه بقى؟ يقضي على إعلامنا ويفور ويعمل ثورة ونهضة إعلامية. جاب أحمد الطهري
اللي جابها الأرض. أحمد الطهري أخطر ما في الكلام ده البيان بتاعه الجملة دي. أخيرا تؤكد الشركة المتحدة أنها ستلجأ للقضاء المصري العادل لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حفاظا على حقها والعاملين فيها في عدم الرضوخ لضغوط تستهدف الربح غير المستحق تحت مسمى القيمة أيما كان صاحبها، وكذلك حفاظا وحماية للفنان القدير محمد صبحي وتاريخه من ادعاءاته الفجة وغير الصحيحة التي ستؤثر على صورته القديرة وتدفع المؤسسات للإفصاح عن أشياء كثيرة قد لا تليق بتاريخه الكبير. يعني احنا عندنا ملفات ليك يا صبحي اهو، وتدفع المؤسسات. ما قالش الطهري مؤسسات ايه، ثقافية مثلا، ما قالش مؤسسات ايه أمنية، وتدفع المؤسسات للإفصاح عن أشياء كثيرة قد لا تليق بتاريخه الكبير. هنجيب لك يا صبحي بقى سيرة النسوان وخمرة، ومش هنغلب يا بيه، واحنا هنغلب؟ احنا ربنا بعت لنا الاي اي ده جميل، ونجيب لك اصوات بقى وسيديهات، لان الاستاذ الطهري صاحبي الكبير بيهدد الفنان محمد صبحي بان في مؤسسات في البلد عندها ملفات ليك. معلش تاني، ده مستوى الحوار بتاعنا تاني. معلش استاذ احمد الطهري صاحبي الكبير تاني لو سمحت. أيام كان صاحبها، وكذلك حفاظا وحماية للفنان القدير محمد صبحي وتاريخ من ادعاءاته الفجة وغير الصحيحة التي ستؤثر على صورته القديرة، أيوة، وتدفع المؤسسات. أي مؤسسات يا أستاذ أحمد؟ المؤسسات للإفصاح عن أشياء كثيرة قد لا تليق بتاريخه الكبير. يعني يا صبحي، أستاذ صبحي قصدي، أنا آسف، ملفك عندنا وهندفع المؤسسة. أمال مؤسسات الأمن عندنا بتشتغل إيه؟ بتسجل، بتراقب، بتصور. وده اللي قاله الأخ الكابتن الأستاذ الكبير القائد أنور السادات لما شخط في الأستاذ صلاح جلال في وجود السيدة جيهان السادات، واتريق عليه وقال له أنت قلت لي اسمك مين؟ فالسيدة جيهان بأدب قالت له ده الأستاذ صلاح جلال يا ريس، حد ما يعرفش الأستاذ صلاح جلال؟ قال لها اسكتي انت، ما تعرفيش حاجة قدام الناس كلها. بعد شوية صلاح جلال اتكلم، السادات رد عليه بنفس الاستهانة وقال له انت من شوية قلت لي اسمك مين؟ بصت جيهان السادات وقالت له انت عملت ليه كده صلاح جلال، ده صحفي كبير. قال لها ما بيعجبنيش. ليه بقى؟ لأنه مش مخربش. يعني إيه مش مخربش؟ يعني ما عندوش إيدين بتوجعه، ما فيش ملفات عليه، ما فيش حاجة الدولة ماسكاها عليه. السادات وكل العسكر يحبوا يمسكوا جنبهم الناس اللي عندها ملفات. هو هنا أحمد الطهري بيستعيد روح العسكر الجميلة وبيقول له أن في مؤسسات عندها ملفات ليك لو اتنشرت قد لا تليق بتاريخك الكبير. وتقريبا دي كانت كلمة السر اللي اديتها المتحدة لكل أزرعها الإعلامية، ففتحوا النار على محمد صبحي وجابوا فيه كل العبر. فهو فنان انتهى فنيا بعد لينين الرملي زي كده أهو، محمد مسعود من بعد لينين الرملي انتهى محمد صبحي كوميديا لا تليق بعلي بمظهر حيث اقتناص الضحكات بالنصف الأسفل من الجسم. شكرا محمد، اقعد. اللي بعده التصرف ده اللي عمله محمد صبحي ده تصرف عيال، انت عيل، اتفضل. اهو عبد الرحيم الليسي، الاستاذ محمد صبحي بقدر ما اسعدتني باعمال سابقه بقدر ما صدمني المنشور الذي لا يليق ابدا بمن كتبته ولا بمن تناوله الاتهامات والتشهير، فانت فنان كبير والشركه المتحده كيان كبير تقدم كل ما بوسعها لخدمه الفن في مصر والارتقاء، لكن ما فعلته لا يرقى لافعال الكبار. عيل، انت عيل يا صبحي.